هاي بيستعمل الناس حول العالم نظام 12 ساعة وقسم تاني نظام الـ 24 ساعة لاحتساب الوقت. تم اعتماد نظام الـ 24 ساعة للمرة الأولى عند المصريين القدامى حوالي سنة 2100 قبل الميلاد، وتم إيجاد الدليل على تابوت قديم. أول مين اعتمد نظام الـ 24 ساعة بالبلدان المتطورة كان الجيش الأمريكاني سنة 1920، لهيك هالنظام معروف باللغة الإنجليزية بميليتري تايم. سبب اعتماده هو الدقة بإعطاء المعلومات، خاصة بحال التواصل من مسافات بعيدة، لأنه بنظام 12 ساعة ممكن يصير في التباس بالتفريق بين الساعة 12 الظهر و 12 بالليل. مين قال إنه كل المجالات الدقيقة تعتمد على هالنظام مثل الملاحة الجوية، العلوم والطب لتجنب الأخطاء بفترات جرعات الدواء؟ أنا قال. بشوفكم بكره.